الأسادة الحاج المبارك الذي نقصد فيه ونرحل إلى بيت الله الحرام حتى نعود كيوم ولدتنا أمهاتنا ونبدأ صفحة جديدة في العمل مع الله. إجمالي الجايزين في محافظة أسوان 80، الاسم الأول رجاء إبراهيم مرسي أحمد، ثم سعاد محمد أحمد عبيد، خلفية عبومي شحمات إبراهيم. المستوى الاول اللي هو 105 ده لا يزيد عن 10% من البعثه، ولكن التركيز كله على المستويات الادنى اللي فيها الطلب الاعلى تيسيرا على الحجاج من حيث التكلفه. اهم حاجه السداد خلال اسبوع، لانه الناس اللي مش هتسدد على طول هناخد الاحتياطي. الاسبوع بيبدا اعتبارا من غدا، والسداد هيكون في البنوك الحكوميه وهيكون في مكاتب البريد، والسداد في مكاتب البريد ده تيسير على الناس. في آلاف من مكاتب البريد منتشرة في كل مكان، فإن شاء الله السداد في خلال أسبوع من غدا، يعني بكرة الثلاث، من الثلاث للثلاث إن شاء الله نكون جمعنا الأموال وخلصنا كل حاجة.